خطأ فادح وغير مقبول خلال حفل تتويج بكأس العرب. شهد حفل توزيع جوائز بطولة كأس العرب بكرة القدم قطر 2021 خطأ فادحا أثناء مراسيم توزيع الجوائز الفردية. وعند توزيع جوائز الهدافين الثلاث الأوائل بالأحذية الذهبية والفضية والبرونزية على الترتيب، بدأ دعوة الفائزين إلى منصة التتويج بشكل تنازلي. فتم دعوة الأردني يزن النعيمات، سجل 3 أهداف للاستلام جائزة الحذاء البرونزي، فلم يصعد أحد على المنصة كونهم غادروا البطولة من الدور الربع النهائي، وسيتم إرسال الجائزة له. وبعد ذلك تمت دعوة الجزائرية ياسين إبراهيم، سجل 3 أهداف لتسلم جائزة الحذاء الفضي كوصيف للهداف. وبالفعل صعد النجم الجزائري إلى المنصة ولكنه تسلم حذاء ذهبيا. وعندما تمت دعوة هداف البطولة برصيد 4 أهداف التونسي سيف الدين، صعد النجم التونسي إلى منصة التتويج للاستلام حذائه الذهبي. ولكن المسؤولين عن حفل توزيع الجوائز بما فيهم رئيس الفيفا بدا عليهم الاستغراب حيث لم يجدوا الجائزة على المنصة، ليعتذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من هداف البطولة الذي نزل من المنصة كما صعد بخفي حنين.